رعد الشمال أكبر مناورات شهدتها منطقة الشرق الأوسط في تاريخها من حيث عدد المشاركين والعتاد العسكري المستخدم فيها. تم تنظيمها في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية. شاركت في المناورات قوات 20 دولة إلى جانب درع الجزيرة، واعتبرت رسالة واضحة تظهر وحدة موقف المشاركين في مواجهة التحديات. بلغ عدد القوات المشاركة في رعد الشمال 350 ألف جندي، واستخدم في المناورات 2540 مقاتلة و20 ألف دبابة و460 مروحية إضافة إلى مئات السفن. وبختام تلك المناورات الضخمة تكون قد نجحت ثاني أكبر عملية حشد للقوات المختلطة في المنطقة. وقادرون بإذن الله على حماية أوطاننا والحفاظ على مكتسباتنا، وفيهم يصدق قول الشاعر: فنحن حماة الدين سادات عصرنا، وفي نصرة الإسلام نحن الدعائم، ونحن العلا والخير والصدق والهدى، فسل لا أبا لك سل تجبك العواصم. أيها الحضور الكريم،